السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصة. جيتكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم فطيرة بعجينة سائلة كتجي رائعة لذيذة بحشوة سهلة وسريعة. غادي ندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير. ودابا غادي ندوزو المقادير. غادي نجيب هكا واحد الزليفه اولا واحد الاناء فاش غادي نخلطوا هاد العجينه. غادي ندير واحد جوج كؤوس ديال الماء الدافي بقياس كاس العنبه، هالكاس الاول، ونضيف الكاس الثاني. غادي ندير معاهم واحد الملعقه كبيره ديال السكر سميده، متكونش مملوءه بزاف غير بحال هكا. وغادي ندير الخميره الفوريه، جهد واحد الملعقه كذلك كبيره. دابا راه الحال سخون، راه دغيا غادي تطلع فيها الخميره نتوما بحال هكا. ولا ما عندكمش هاد المعجنه فديروا الحبيبات. صافي، هنا غادي نخلط هاد الخميره مع الماء والسكر سميده. غادي نخليهم تقريبا هي واحد 5 دقائق حتى كتفاعل هذيك الخميره وكتذوب، ونرجع باش نكملوا باقي المكونات. صافي هكا بعد ما كتذوب ديك الخميره صافي كنعري عليها، كنضيف باقي المكونات. كنضيف واحد نصف ملعقه من الابزار، بسم الله. كنضيف واحد كذلك بودره الثوم، كديروا الجهد اللي بغيتو، جهد هكا واحد تبننوا جهد نصف ملعقه. كذلك كنديروا ملعقه صغيره وجهد اللي كيف ما كتملحوا نتوما ملعقه صغيره ديال الملح، لان هذه فطيره مالحه راه فيها الملح. وغادي نضيف واحد 3 ملاعق حتى 4 ملاعق من زيت الزيتون. ولا بغيتو تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده قد يتمكن لكم. انا كيعجبوني في هذه الفطائر ندير زيت الزيتون، كتجي النكهه زوينه. هنا درت 4 ملاعق ديال زيت الزيتون، وكندير واحد البيضه وتكون بحراره المطبخ، بسم الله. صافي، غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الحليب نيدو اولا الحليب المجفف، وكنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتخلط هذاك البيض ونيدو والزيت. صافي، هنا بعد ما تخلطوا مزيان كنضيف واحد القبصه من الزعتر، هانتوما بحال هكا. يا اما كديروا محكوك اولا كتحكوه هكا ما بين ايديكم، كيكون هكا يابس وكتحكوه في الكف ديال ايديكم، وكتضيفوا لهذاك الخليط. راه عرفتوا الزعتر كيجي في الفطائر هكا المالحه الزوينه. صافي، دابا غادي ندوز باش نقوم باضافه النواشف اللي هما الدقيق. في الاول غادي نضيف الكاس الاول من الدقيق الفرص، وغادي نضيف كاس من الفينو اولا السميد الناعم. تقدروا ديروا كيف قلت لكم الفينو اولا السميدات الحلو خاصه بالحرشه. كندير هنا واحد الخماره، بسم الله. صافي، وكنخلط. تقدروا ديروا هنا غير نوع واحد من الدقيق، تقدروا ديروا الفورس اولا الفينو. انا هنا خلطتهم باش كتجي فطيره زوينه، كتجي بحال الحرشه. هنا كنخلط، هنا عندي الخليط باقي مرخوف اولا جاري. كنضيفوا واحد نصف كاس، نصف كاس من الحاجه، نصف كاس من الفرص، ونصف كاس من الفينو اولا كيف قلت لكم تقدروا تستبدلوها بالسميده ديال الحلوه. انا ما بغيتهاش هكاك حيت سميده الحلوه كتعرفوها شويه غليظه. انا كيعجبني الفينو، هاد الفطيره كيعجبني ندير فيه الفينو. صافي، غادي نعاود نضيف واحد نصف كاس من دقيق الفينو ونصف كاس من دقيق الفرص. صافي، وكنخلط، وكيبقى الخليط على حسب نوعيه ديال الطحين اللي عندكم. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي لا. غتزيدوا ديروا عينكم ميزانكم، في الاول ديروا كاس كاس، وفي التالي شوفوا يا اما نصف كاس اولا ربع كاس من الحاجه. انا جاني داك كاس ونص من الفينو، كاس ونص من الفرص، في المجموع 3 الكؤوس جاوني هما هادوك. شفتوا الخليط كيفاش خصو يكون بحال هكا. عاد مازال ملي غادي نغطيوها تخمر
لان الفينو غادي يعاود يشرب شويه هاد الخليط. صافي دابا غادي نختوها ونخليوها على جنب تختمر وغادي ندوزو باش نوجدو الحشوه. بالنسبه للحشوه خديت هنا واحد المقلاه اللي درتها تسخن، غادي ندير فيها كميه من زيت المائده وكميه من زيت الزيتون، جاهد واحد جوج معالق جوج معالق. غادي نضيف عليهم واحد البصله اللي شلطتها رقيقه، درتها هنا في هذيك القطعه اليدويه. صافي غادي نديرها ونخليها تشحر شويه. درت هذيك البصله البيضاء كتجي لذيذه، غادي نخليها تشحر حتى تهبط مزيان. صافي هنا ملي كتشحر واحد شويه كنضيف عليها واحد الحبه ديال الفلفل الاحمر، تقدروا تضيفوا اي نوع ديال الفلفله عندكم، يا اما اخضر ولا اصفر اللي عندكم. انايا توفرت ليا هنا الحمراء فدرتها وكتجي حتى لذيذه في الحشوات. دي الفلفله الحمراء كتجي لذيذه. صافي غادي نخليهم يتشحروا مزيان حتى تذبل ديك الفلفله والبصل ونرجع باش نكملوا باقي المكونات. صافي هنا فاش كتذبل هذيك البصيله وهذيك الفلفله كنضيف عليهم واحد الكميه من صدر الدجاج. بسم الله ودابا غادي نقوم بإضافة التوابل. غادي نضيف أول حاجة اللي هي الملح، الملح كيبقى على حسب الذوق. كنضيف كذلك الإبزار، نصف ملعقة من الإبزار غير هكا، ترش في التوابل باش يجي داكشي بنين. كنضيف كذلك واحد الملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر أو لا التحميرة، تقدروا ديروا السودانية إلا بغيتوا هاد الحشوة تجيكم حلوة. غادي ندير كذلك واحد نصف ملعقة من سكنجبير، وغادي نضيف كذلك نصف ملعقة من الخرقوم، وكنضيف بودرة الثوم. متوفرتش ليكم بودرة الثوم ففي الاول فاش نكونو كنشحرو ديك الفلفله والبصله كنضيفو واحد الراس ديال الثومه كنحكوه وكنخليه يتشحر مع البصيله. هنا ضفت تقريبا واحد نصف ملعقه من بودره الثوم. صافي كنحرك الكل وكنخلي هاد الدجاج يتشحر مزيان ويتشرب هذاك التوابل. صافي هنا بعد ما كيتشحر هذاك الدجاج مزيان وكيتشرب هذوك التوابل وكيطيب كنضيفو ليه هنا واحد الكميه من الزيتون الخضر المقطر. هنا انا تتقوم غير حشوه اللي درت انا، نتوما تقدروا تستبدلوا الحشوه بشي حشوه بغيتوها، يا اما بالكفته يا اما بالطن باللي بغيتو نتوما. هذه هي اخر حاجه كنديرو، كنضيفو الزيتون وكنضيفو واحد القبصه، جهد واحد الملعقه كبيره من القزبر والمعدنوس. صافي كنخليه غير يتشحر شويه غير واحد نجي هكا ونجيبو غير واحد الدقيقه. صافي وكنطفي عليه وكتكون الحشوه واجده عندنا. كنخليوها تبرد وندوزو للخليط اللي حضرنا ديال الفطيره، نشوفوه راه غيكون خمر. فكنرجعو للخليط ديال الفطيره اولا العجينه، كنلقاوها هانتوما راه خمرات. غادي قبل ما ندوز للخليط غادي نمشي نشعل الفرن باش يسخن. صافي دابا رجعنا للفطيره ديالنا باش نهبطو منها غير شوي هذيك الخميره بحال هكا. صافي دابا غادي نجيب المول اللي دهنتو بالزيت ورشيتو بالفينو، غادي ندير فيه واحد نصف من الكميه ديال هذاك العجينه بسم الله اولا هذاك الخليط. راه ملي كطيب هذه الفطيره كتولي بحال عجنتي العجينه. صافي هنا غادي نبسطها مزيان حتى نسرحها في القاع ديال المول. صافي هكا بعد ما سرحتها في القاع ديال المول غادي نجيب ديك الحشوه اللي كتكون بردات، كناخذ هذيك الحشوه وكنوزعها هكا فوق من العجينه غير بشويه، اما باليد ديالكم اولا بالملعقه غير بشويه هكا حتى كتوزعوها كتجي باش تجي متساويه. صافي هنا بعد ما وزعت هذيك الحشوه كناخذ هذاك
الخليط او العجينه المتبقيه حتى هي كنعاود نفرغها فوق من هذيك الحشوه غير بشويه. غادي نسرحها شويه حتى نكمل، وغادي نسرحها هكا بسباتيلا بحال هكا. صافي، بعد ما وزعت العجينه اولا داك الخليط ديال الفطيره من فوق الحشوه، غادي ندخلها دابا تطيب. في هاد الاثناء الا بغيتو تدهنوها هكا بالبيض غير بشويه، تدهنوها وترشوا عليها زنجلان اولا بافو اولا اللي بغيتو. انا غادي ندخلها حتى تحمر من التحت، ملي بنبغي نحمرها هكا من الوجه ديالها غادي نحك عليها شويه ديال الفرماج. غادي نوريكم ملي نبغي ندير لها الفرماج الاحمر، غادي نوريكم الجهد اللي تطيب فيه هكا. تطيب تبان لكم هكا كتحمر من الجوانب، صافي كتخرجوها كديروا عليها فرماج احمر اولا موتزاريلا اولا اللي بغيتو، وكتردوها تحمر من الوجه ديالها. صافي، هنا مني شدات راسها وتحمرت هكا من الجوانب كنعتذر على هاد الضريبه، جيت بيت نجبدها من الفران حرقاتني وانا نحط عليها يديا تمايا. صافي، هنا غادي ناخذ واحد كميه من الفرماج احمر وموتزاريلا. صافي، كنديرو هكا من الفوق، ما كنديروش في الاول باش ما يتحرقش، كنديرو حتى كطيب كيف قلت لكم، عاد كنرش عليها بهذاك الجبن وكندخلها كتعاود تحمر مزيان وكتاخد واحد اللوين زوين من الفوق، وداك الفرماج كيتعلق فوق منها. صافي، هنا غادي نكمل هذاك الفرماج وغادي ندخلها تحمر بيد ما تحمر وتكمل طيابها، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما كتحمر وداك الفرماج كيذوب وكيتعلق عليها. شوفوا كذلك حتى من الجوانب راه كتحمر، كتجي زوينه ورطبه وخفيفه. غادي ان شاء الله نحيدها من المول وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره بعد ما ديمو ليناها، درناها هكا في طبق التقديم. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه وزوينه. تقدروا هكا دوبلو المقادير وديروها في لاطه مربعه هكا بحجم عائلي. القطر اللي درت فيه هاد الفطيره القطر ديالو هو 28 سنتيم، تقدروا هاد الفطيره تهز لكم حتى المول القطر ديالو 30 سنتيم. دابا غادي ندوز باش نقطعها معكم باش تشوفوها من الوسط كيفاش كتجي. بسم الله، هانتوما شوفوا البنات الفطيره كيفاش كتجي من الوسط. شوفوا هانتوما كتجي ديك العجينه من التحت والفوق، وكتجي الحشوه هكا من الوسط. هانتوما كتجي رطبه وهشه ولذيذه، وكتجي سهله وسريعه كوجبه غداء او كوجبه عشاء في هذا الصيف. هذا الشيء اللي كيتكال. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، تبارتاجوها مع الأصدقاء والحباب، تدعموني بلايك وبالاشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال القناة ديالي. فرجة ممتعة وإن شاء الله إلى فيديو آخر ووصفة أخرى. السلام عليكم.